حكم ساحة يساعد الدولي محمد الكنيدري وإدريس صديقي وعروش ماتيتش ثم سعد السلولي سعد بكير صالح العمري عبد الفتاح. وسط هذه الأجواء الماطرة الجميلة هنا في مدينة الأمير السلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة في أبها، الأجواء الجميلة والمطر ينهمر على ملعب المباراة في هذا اللقاء الكبير جدا، والموعد المنتظر بين اثنين من عمالقة كرة القدم الآسيوية والإفريقية والعربية. أهلا بكم في موعد من المواعيد الكبرى في قمة من قمم الكرة العربية، حينما يلتقي زعيم الكرة الآسيوية مع وداد الأمة وأحد كبار القارة الإفريقية الكبير المغربي الذي يريد في المواجهة الثانية في هذا العام الهلال الذي تمكن من الانتصار في القمة الكبيرة في مونديال كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، وتمكن الهلال من الفوز آنذاك بركلات الترجيح. الفريق المغربي الذي يريد رد الثار للزعيم في هذا المساء وأن ينتصر على الهلال وأن يستغل ظروف الزعيم التي لم تكن ترضي جماهيره. جيسوس جورجي جيسوس أو خيسوس كما يسمى المدرب البرتغالي الكبير اللي عنده صولات وجولات في عالم كرة القدم، مشاري القرني بانتظار الصافرة لهذا المساء ولهذه القمة العربية الكروية الكبيرة التي تجمع الزعيم السعودي والآسيوي. وصول الهلال على دوري أبطال آسيا 2019، الكرة ستنفذ الآن من روبن نيفيز البرتغالي، يلعب الكرة موجودة بالراس والكرة خطيرة من كوليبالي، خطيرة من خالد كوليبالي، التهديد الأول للسنغالي وكابتن منتخب السنغال. كاد الهلال أن يسجل مع الدقيقة الأولى، شوف المحاولة الماضية، شوف اللمسة والرأسية من كوليبالي، لكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية، شوف المحاولة. هذه الأجواء الأخوية العربية في قمة كبيرة جدا، الكرة مستمرة إلى سالم، سالم يحاول، سالم يتقدم، يلعب الكرة إلى الحمدان، تصويبة من عبد الله والكرة لا تزال، لكن شوف الكرة الماضية التي جاءت لعبد الله الحمدان وكاد الحمدان أن يسجل الهدف الأول لصالح الهلال والثابتة، ولا هذا سالم الدوسري، سالم الدوسري، يعني هنالك لاعبين ممتازين جدا في الكرات الثابتة في الهلال، الكرة موجودة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة تعود وتصل لأمين أبو الفتح، التمريرة في خط النص على اليسار، زهير المترجي، يحاول زهير الهجوم لفريق الوداد الذي يبحث عن المساحة، محاولة مغربية أمامية خطيرة جدا، زهير يسدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب، كانت من زهير المترجي اللقطة الماضية، وتسديدة لم تكن مركزة من جانب الجناح المغربي زهير المترجي. شوف الكرة اللي جات من منتصف اليتيمي لزهير، ولكن الهلال يلعب في الطقم الثاني في مباراة هذا المساء، الكرة مستمرة أمامية بحثاً عن الحمدان، المحاولة تذهب وتعود من عبدالله الحمدان، يفتك الكرة وانطلاقة من الحمدان من اليسار، ممكن مر، يحاول عبدالله، يعدي عبدالله والتمريرة، الكرة إلى ميشيل، خطيرة جداً، خطيرة جداً، يوسف المطيع يبعد هدف محقق لصالح الزعيم. شوف الضغط الموجود من عبد الله، المحاولة ثم بعد ذلك محاولة العرقلة في الكرة الماضية من جانب اللاعب، وجماهير الهلال تحيي البرتغالي وتردد اسمه. شوف الكرة هلالية ستلعب، شوف الشد والجذب الموجود بين البلاهي ومنتصر، كرة موجودة بالراس خطيرة جدا، سافيتش هذه الكرة الماضية، محمد كانو بتغييرة طولية حلوة، حلوة كرة خطيرة، محاولة ميليكوفيتش، جول ميليكوفيتش، جول سافيتش يسجل، شديد هذا الهلال، شديد الباس، احذروا يا ناس
صالح الوداد 3-1 في عام 89. محاولة مستمرة عبد الله الحمدان، عبد الله يتقدم بالكعب جميلة، ميليكوفيتش سافيتش خطيرة جدا، دولا يمشي كرة ممتازة في خط النص، تنقل الكرة في هذه الأثناء. مشاهدينا الكرام متابعي قنواتي اس اس سي في الوطن العربي أينما كنتم، يطلق حكم لقاء صافرة معلنا يتواجد في أرضية الميدان، بالإضافة إلى سيف الدين بوهرة. يدخل الشوط الثاني معيوب حراسة مرمى، سعود البليهي، كوليبالي، شهراني، كانوني، فيسافيتش، ميشائيل، سالم الحمدان. هذه اختيارات خيسوس، الكرة مستمرة موجودة، هنالك خطأ لمصلحة سالم الدوسي، خطأ موجود. ونشوف الآن اللاعب أمين أبو الفتح اللي كان تسبب بالخطأ الماضي على سالم الدوسري، كان التدخل قوي. شوف يعني بعض التدخلات، معليش يعني يا أمين بصراحة، التدخلات اللي مثل كذا ما لها داعي بصراحة. يعني شوف التدخل اللي كان من أمين أبو الفتح الليبي، والخسارة التي كانت في مباراة قوية ضد السد القطري. كلا المباراتين كانت على أرضية هذا الملعب. محاولة خطيرة للوداد، ولكن التغطية موجودة من ياسر الشهراني. الشهراني يستعيد جزءا من عافيته. شوف الكرة الماضية بدأ وكأنه كان متسللا في اللقطة الماضية، كان متسلل اللاعب رقم 22 من فريق 0-0. بهذه النتيجة الهلال سيتأهل، بهذه النتيجة الهلال يتأهل، إلا إذا كان هنالك كلام آخر للوداد. قوية جدا، قوية جدا الكرة الماضية، عرضية ولكن الكرة تتخلص. شوف الكرة الماضية زي ما قلت لكم بأن هدف التعادل للوداد. حكم اللقاء اطلق الصافرة قبل أن يأتي الهدف، الهدف هدف التعادل الذي جاء من تسديدة. بدأ وكأن حكم المباراة علي الصباح اطلق الصافرة، لأن هنالك لاعب واقع على أرضية الملعب. سالم الدوسري كان واقع على أرضية الميدان، هل يحتسب الهدف في اتخاذ القرار النهائي والفاصل؟ ما هو القرار؟ سيعود إلى الفار، سيعود علي الصباح إلى الفار لمتابعة الكرة الماضية. بطاقة صفراء على البليهي، هد يا بليهي، هد يا بليهي. نشوف علي الصباح يتوجه إلى الفار لمتابعة الكرة الماضية والهدف الذي جاء عن طريق أمين أبو الفتح. شوف الكرة من جديد، كان الخطأ موجود ولكن القرار يعود لحكم المباراة. هل سيثبت الهدف أم أنه سيلغي هدف أمين أبو الفتح؟ نشاهد ونتابع، الكل يترقب. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو نحاول نشرح لكم فيديو البازيك دوت نت، وكنخدموا بالنسخه ديال 2008 حتى اللي عندهم بي سي بايفين كلهم يتبعوا معنا. بالنسبه للفيديو البازيك تركزوا لنا على هذا لي زوتيل و لي بروبريتي، هما لي بروبريتي ديالنا. فوالا فاش نوطا هنا غادي يبانو لي بروبريتي، هادو هما لي بروبريتي. كما كتشوفوا هذه هي لا فورم، بالنسبه لا فورم راه كنتحكموا فيها حنا كبرا هكذا. فوالا هاد لا فورم هادي غدير فيه لي بغيتي لي بوطون لي تيكست بوكس، المهم هاكا كنقادو ابليكاسيون. اول حاجة غنشوف هاد لا فورم هي هاد الباكالار، تحكم في الباكالار ديالك، دير الباكالار كاركتير الكود دي نوار البوطون، كدير بزاف ديال لي كولور. المهم كدير